بسم الله. النقطة رقم 65، تلقيت رسالة بريد إلكتروني عايز أطبعها، بس عايز قبل ما أطبعها أعينها. طب أعملها إزاي؟ تعال نفتح الأوتلوك، نفترض إيميل اللي هي الآيتيونز ده عجبني. الآيتيونز مش ظاهر عندي الصور، هو اللي مانع نزول الصور، فنضغط على كليك هير تو داونلود بيكتشر ونقول له داونلود بيكتشر نزل لي الصور. ادي الصور جت بمناسبة العيد، منزلين بعض الايه الحاجات الموسيقية، سواء دي او موجودة او مش موجودة. يعني الريدنج بان الجزء اللي بتاع القراءة هقفله، اوكي. انا عايز اطبع ده، اعمل دبل كليك عليه فتحه لي. عايز اطبعه من فايل او ملف طباعة، اصبر شوية، دي معينة قبل الطباعة. عجبتك ولا ما عجبتكش؟ اذا عجبتك اتأكد من انك اللي عايز تطبع على البرينتر دي، لان في بعض الاحيان بيبقى عندي انا مثلا عندي اكتر من برينتر، برينتر بطبع بيها الوان وبرينتر بطبع بيها اسود، لان مش عايز الالوان انما اللي عايزها في الصور وحاجات. فمن هنا احنا بنختار اي برينتر احنا عايزينها. انا اختار برينتر سناج مثلا. طيب بس كده. طب افرض انا عندي مستند عايز اطبع منه نسختين ثلاثة، نسخة احطها في الارشيف ونسخة اوديها للمدير ونسخة اديها من مثلا لكذا، فهنا بتدخل برينت اوبشن. اوكي، برينت اوبشن نمبر اوف كوبيز، كام نسخة عايز تعملها؟ انا عايز اعمل ثلاث نسخ او نسختين. كل الصفحات ولا صفحة واحد اتنين تلاتة، ولا الصفحة من واحد لكذا؟ يعني اقول له لا انا عايز من عايز الصفحة رقم اتنين، او عايز لا اطبع لي من واحد الى خمسة، او عايز لا اطبع لي واحد و اتنين و تلاتة مثلا. انت حر. اوكي ماشي الحال. يبقى اذا بنحدد عدد صفحات وبنحدد عدد اسف النسخ، وبنحدد هنا ايه الصفحات اللي انت عايز تطبعها. وكمان لو انت عايز تطبعها الى ملف، معناها ايه؟ يعني انا ما عنديش دلوقتي برينتر، لكن عايز يطبع على ملف واحفظه على الفلاش، لما اروح لاي مكان فيه برينتر ممكن اطبعه دايركت من هذا الملف. يبقى انت بتختار برينت وفايل، خلاص. بعد كده تقول له برينت وخلاص. تعال نشوف ايه النتائج. خلاص بعد شوية ادي الايه الصورة اللي هتطلع عندنا لو اتطبعت. واشوفكم ان شاء الله في الايه الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.